سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، اخباركم؟ كلشي بخير. اليوم غادي ندير اكل سوري، هو سوري، المهم لبناني وسوري راه بحال بحال. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير الطحينه، غادي نوريكم كيفاش كندير ليها، هي اللي غادي نخدم بها. اول حاجه انا نعبر بهذا الكاس، غادي ندير على حساب كاس ونص الاول، او كاس وربع تقريبا، غير داكشي اللي ندير، غير داكشي اللي غيكفيني اليوم. كنديروها في الماء باش نغسلوه مزيان. تي هاد هكا، انا غادي نقول لكم بالضبط كي كندير ليه دغيا باش ما نطولش عليكم. كنغسلو مزيان بحال هكا، كنديرو فوق شي كتانه ولا شي حاجه، شي سيرفيات ديال بابي سيرفيات ولا سربيته ناشفه، او المهم تنديرو فوق بناتي كنشفو، ومن بعدها تندوزو شويه في المقله، غير كان ماشي كنخليه كي كيتحمر، غير كنحيد منه ديك الرطوبه، يعني غير داك الفزوبيه وداك الشيء صافي، وكنحيدو. بعدها نوريكم شنو غندير. هانتوما من بعد ما غسلتو غادي نشفو مزيان، غادي نشفو. ودرت هنا نص كاس ديال خلطت زيت العود مع زيت العاديه، اللي بغى يدير زيت العود يديرها، اللي كان عنده من الاحسن اللي كان عنده زيت ديال السمسم يديرها، انا كنت كندير غير زيت السمسم مي دابا ما عنديش. خلطت ما بين زيت العود وزيت العاديه، درت كاس ما بيناتهم، ها هو ديك الساعه غادي نقول لكم بعد. غادي نشفها دابا قلت لكم، وغادي ديك الساعه نديرها في المقله باش شويه تنشف، ينشف مزيان تحيد منه ديك الرطوبه ديالو. هانتوما البنات كيف كتشوفوا، درت الزيت والجنجلان، دابا غادي نطحنهم ديك الساعه تشوفوا كي غادي يطلع. ها هو البنات، هذا هو الشكل ديالو، الشكل كيجي. غير انا كنفضل، انا غير حيت ما عنديش الوقت ما طحنتش، نورمالمون طحنوا الجنجلان هو الاول باش كتحمروه شويه، يعني كتحيدوا منه ديك الرطوبه ديالو، كتطحنوه، يعني اللي عندها الطحانه اللي كطحن هكا العطريه وداكشي طحنوه مزيان، عاد تعاود طحنوه مع الزيت في المولينكس. انا درتو ديريكتومون حتى هكا راه جا مزيان. صافي، هذه هي الطحينه ديالنا، هذه هي اللي غادي نخدموا بها الحمص، ونخدموا بها كاع داكشي ديال المهم اكل سوري. ساعه نوريكم، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، راه ساهله ماشي شي حاجه، حسن ما تشريوها من الزنقه كتكون غاليه شي شويه، وتصيبها في الدار وديريها في شي بواط وديريها في الثلاجه كتبقى لمده. انا كنديرها بالماء كتخليها حتى لشهرين ثلاث شهور، ما كيبقى لها حتى شي حاجه، حيت غير المواد الطبيعيه الزيت والجنجلان ماشي شي حاجه.